السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جوجل برضه عملت تحديث، التحديث ده خطير. أنا جاي أسألكوا هل أفعل التحديث ده ولا لأ؟ طيب التحديث ده عبارة عن إيه؟ في شوية إكستنشن موجودة، الإكستنشن دي بتساعد إن الإجابة تكون أدق. في مثلا جوجل فلاي تقدر تفعله، لما تفعله إيه اللي هيحصل؟ تقدر إنت تسأله في الوقت الحقيقي هل الطيارة دي وصلت للمكان الفلاني ولا لأ؟ يعني الطيارة دي وصلت القاهرة ولا لأ؟ فيبدأ إن هو يجاوبك، هو متصل خلاص بقاعدة البيانات الخاصة بكل المطارات، فعارف كل طيارة والتخطيط ليها والحاجات دي كلها. فلما تيجي تسأله حتى لو سؤال مثلا أنا بفكر سفر كذا، يقول لك خلي بالك إن الطيارة دي هتنزل مثلا في النص وحاجات زي كده، فتبقى الإجابة بتاعته دقيقة. في جوجل هوتيل مثلا ممكن تقول له أوجد لي فندق 4 نجوم في سان فرانسيسكو يكون فيه مواصفات معينة، يبدأ إن هو يعمل لك الخاصية دي. في جوجل مابس اللي هو في الخرائط، يبدأ لما عايز تسافر الخرائط الحاجات دي كلها يبدأ يجاوبك بشكل ممتاز جدا. دي الفندق. في اليوتيوب، اليوتيوب جميل جدا برضو. اليوتيوب، اليوتيوب اللي ممكن تقول له لخص لي فيلم فلاني عايز معلومة فلانية، يبدأ ان هو يجيبها لك. طب لغاية دلوقتي كله جميل، المشكلة بقى في ان هو عايز يطلع على المعلومات الخاصة بتاعتي على جوجل درايف وعلى الايميل وعلى الحاجات دي كلها. يعني لما تقول له مثلا بفكر اعمل سي في مثلا، فيروح قايل لك خلي بالك انت في فترة معينة ما كنتش شغال فيها، هو بياخد كل الايميلات بتاعتك، فانت ممكن تقول له فلان فيقول لك اه فلان ده كذا كذا كذا، فكأنه حياتك كلها اصلا على الايميل بتاع جوجل وعلى الدرايف، فهو حياتك كلها معاه. يعني ده واحد صاحبك قريبك حبيبك وشغال السكرتير بتاعك، فانت احشائك كلها بره. يعني حاجه مريبه، حاجه مخيفه. هل بعد كده هتبقى ده الطبيعي ان هو ده المساعد الشخص اللي واثق فيه؟ وهل ما فيش امكانيه ان المعلومات دي تتسرب؟ تمام، يعني افعل دي ولا ما افعلش؟ ايه رايك في الكومنتات كده؟ قول لي الجيميل، الدرايف، كل الدوكيومنتس. لو انت بتفكر مثلا في حاجة هو عارف كل حاجة، هو زي شات جي بي تي كده، بس بدل ما هو بيتكلم عن معلومات عامة ومواقع نت، لا هيجاوبها من خلال كل الرسائل اللي انت كتبتها، كل الدوكومنتس. يعني ممكن تقول له حد يقول لك اه الحد ده انت كنت صحاب قبل كده او حبايب، او يعني تلاقي غمزة عجيبة، تلاقي فيه يعني الموضوع مريب. الموضوع ان انت ممكن، الموضوع ان هو ممكن يفكرك بحاجات انت مش فاكرها. يعني ممكن يقول لك خلي بالك من كذا كذا كذا، وانت مش فاكر ان الشخص ده انت قابلته ولا ما قابلتهوش، لكن هو من خلال الايميلات، من خلال جوجل درايف، من خلال كل الكتاب، الكلام اللي انت كاتبه، يقدر ان هو يجاوبك. هل ممكن نفعلها ولا ما نفعلهاش؟ دي حاجة اتمنى تشاركوني معاك في الاجابات، لان الواحد بيفكر كده. يعني انت كل ما هتيجي تكلمه في حاجة مثلا عايز احجز بيتزا، يقول خلي بالك ان دي نشويات وانت عندك السكر وحاجات زي كده، فمش عارف.